السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة هنعمل نتعلم مع بعض ازاي نقسم الكيكة الاسفنجية ونجهزها علشان خاطر نحشيها بالكريم شانتيه ونعملها تورتاية. عندي الكريم شانتيه زي الكيكة الاسفنجية زي ما احنا شايفين، بقلبها بالشكل ده. في البداية لازم اتخلص من الجزء اللي فوق ده، سكينة كده اهو بيخرج معايا بكل سهولة، شايفين اهو كده بالسكينة باخده معايا اهو، يعني تقشير اهو كده بس كل سهوله. الطبقه دي اللي انا كنت مبطنه بيها الصينيه بتاعتي، لو انت كمان مبطنه الصينيه بتاعتك بورق الزبده هتلاقي الموضوع اسهل من كده كمان بكتير. مش انا بس، انا ما لقيتش ورق زبده في السوق فاضطريت ان انا ابطنها بالدقيق والسمنه والدقيق، برضو مش غلبه يعني، شايفين اهو تخرج معايا بكل بساطه اهو كده، تخرج معايا بكل بساطة مفيش أي مشاكل أهو، شايفين كده بنضف كل الطبقة دي بشيلها خلاص أنا مش محتاجاها أهو. بحاول أحافظ يا جماعة على الزاوية اللي فوق اللي أنا عاملاها دي، اللي هي اللي بتاعت الكيكة بتديني زاوية 90، بتنفع معايا جدا في تزيين الكيكة. شايفين بتخرج معايا بتتشال بكل بساطة هيك، يعني تقشير، هي بتبقى قشرة يعني مش اكتر اهو كده، بنضفها كويس جدا بالشكل ده. وهنقسم الكيكة بتاعتي مع بعض. التقسيم طبعا في ناس كتير بتغلب فيه، يعني في ناس كتير بتبقى حاسه ان هو مشكله كبيره. لا، احنا هناخد المواضيع مع بعض ببساطه جدا. يعني لو اتقطعت منك رقاق من الرقاقات وانت بتقطعي عادي، لان انت اصلا بتحشيها، ممكن تبقى تحطيه في نص الكيك بتاعك وتحشي عليه بالكريم شانتيه بتتغطى. اهم حاجه بتبقي محافظه على الطبقه الخارجيه، بس برضو بنحاول ان احنا نطلع الرقاقات بشكل كويس، مش متقطع مش متبهدل اهو. شايفين بتخرج معايا اهو كده بكل بساطه كده، انا شلت كل الطبقه خلاص اهي كده. هنا كمان في جزء، شايفين باخده ازاي بالسكين اهو كده. شايفين الكيكه ما شاء الله، كمان انا عملتها في فيديو، ان شاء الله هنزل لكم طريقتها ومقاديرها في صندوق الوصف اسفل الفيديو. شايفين جميله بدون محسن، كل انا معتمد على البيض وعلى بياض البيض وطريقه ضرب البيض، وان انا مدخله الهواء اثناء ضرب البيض وموصلاه للمرحله اللي هي مخليه الكيكه بتاعتي تطلع عاليه وجميله بالشكل ده. كمان هنفتحها من جوه هنلاقيها ممتازه جدا. هنقول بسم الله، هنبدا دلوقتي في تقسيم الكيك بتاعنا كده بالشكل ده. شايفين انا عندي لازم السكينه مشرشره، هقول كده اهو بسم الله، احط ايدي كده اهو ثابته والتانيه كده اهو تبقى مش مايله بالشكل ده اهو كده. لازم احافظ على ثبات ايدي ما يلهاش اهو بالشكل ده، بلف الكيك بالشكل ده معايا عشان يبقى عملية سهلة، وبرضو اهو ايدي ثابتة ما بتملش اهو كده بالشكل ده، بلف معايا نفس الحكاية، ببدأ بخف ايدي كده اهو عشان ما اقطعش جوه شايفين كده اهو بالشكل ده. ادي اول رقم، شايفين ممتاز، وشايفين الكيكه جميله جدا من جوه ازاي. نبدا نقسم الرق التاني نفس الحكايه، ببقى حاطه ايدي كده فوق، السكينه معايا وداخله كده اهو بالسن بتاعها، ثبتة ايدي كده اهو نفس الحدوتة. لو في حاجة اتقطعت منك ما بتغلبيش نفسك، بس احنا ان شاء الله هنخرجها مش مقطوعة ولا اي حاجة، هنخرجها جميلة جدا. الكيكة الاسفنجية طبعا زي ما احنا عارفين ان المفروض ما اشتغلش فيها وهي سخنة، بستناها ان هي تبرد خالص، ويفضل ان انا اشتغل فيها تاني يوم كده بالشكل ده اهو. وادي الرق التاني
ادي الرق التاني معايا كمان اهو، جميل جدا شايفين، ادي الرق التاني وادي الرق التالت اللي هو والاخير اللي معايا كده. خلاص انا اهي كده السنجية بتاعتي. كمان ده لو عايزه اعمله رق تاني ممكن اعمله، انا كده مكتفيه بيه ان هما 3 رقات. ادي الكيكه الاسفنجيه بتاعتي مقطعاها، ادي راق عند الكاونتر بتاعي نضيف، ادي 2، ادي مقطعاها لثلاث رقات. دي الكيكه الاسفنجيه جميله جدا، لونها جميل جدا. دي طريقه تقطيع الكيكه الاسفنجيه.